المحور اللي خدينا هذا العام ديال السيادة الغذائية هي أهم نقطة اليوم اللي كيهتموا بها رؤساء الدول تقريبا ديال إفريقيا كلهم. دونك والملتقى معمول أيضا باش نتحدثوا في هذه المواضيع، لا بالنسبة للسيادة الغذائية، لا بالنسبة للتقلبات المناخية، لا بالنسبة لهذه الاتفاقيات ديال التعاون ولا التجارب بصفة عامة. هذا هو الموقع والمنبر الأول السنوي فين المهنيين والسياسيين يعني تيتداولوا على كل نقاط هذا المهمة. وحنا على هامش تنظيم حوالي 40 مناظرة اللي غتكون منها مناظرات يعني وطنية ومنها مناظرات دولية. كاين اجتماع ان شاء الله نهار 4 ماي اللي غيهم 36 وزراء افريقيين واللي غيجيو يتداولوا على هاد التقلبات المناخية في افريقيا. وعندنا شخصيات بحال المدير ديال الايفاو، بحال المدير ديال هذا بعض الاطر ديال البنك الدولي، عندنا القطب الدولي. هاد السنة ما احتضنا هاد الكم الهائل ديال الدول اللي غتشارك معانا. يعني هاد العام غنوصلوا لحوالي 70 دولة اللي غتواكب، وعندنا 4 ولا 5 ديال الدول اللي جاو يعني بصفة هذا مؤخرة واللي ما لقينا لهمش الموقع باش يديروا هذا الرواق ديالهم. واكثر من 300 شركة اللي اجنبية اللي غتجي من على برا. وكاين يعني طموح باش يعني يكونوا ان شاء الله اتفاقيات ويكونوا استثمارات على الصعيد الفلاحي. ودرنا هذا العام واحد القطب جديد ديال الابتكار وديال لي ستارت اب، وهذا قطب دولي اللي غيجمع الناس من السنغال، من فرنسا، من هولندا، من بريطانيا، من فرنسا ايضا، ومن المغرب، واللي غيجمع هاد الشركات هذا الصغرى لي ستارت اب. واللي كان يعني عندي واحد الامال باش يكونوا نماذج بالنسبة للقرى ولا سيما الشباب ديال القرى، باش هذا يشوفوا بان ودي كاين استثمارات اللي ما كتطلبش يعني واحد القدر المهم هذا ديال المال، ودي يمكن يعني يقدموا خدمات اللي ترجع بالخير لهذا الاصحاب الضيعات. ايضا عندنا برنامج جد مهم عن هذا العام ديال التعاونيات ديال المنتوج المحلي. وهاد التعاونيات اللي اليوم الكثير كيديروا ما بين 40 حتى 60% ديال الرواج ديالهم السنوي في الظرف هاد 5 ايام هادي. وكان عندنا واحد الطلب يعني جد مهم في هذا في هاد المجال هذا. وتشوفوا هذا العام بان هاد التعاونيات وتعاونيات نسويه، الكثير منهم نسويه، وصلوا لواحد المستوى ديال الجوده، لا بالنسبه للمنتوج ديالهم، لا بالنسبه ايضا للباكجينغ. وغنفتحوا لهم مجال هذا العام وفرص باش يمكن تكون عندهم قنوات ديال التصدير مع المانيا، مع هولندا، مع ايطاليا ايضا. دونك فحال اللي قلت لكم هذا المعرض ماشي هو الا عرض، ولكن هو منبر ديال وهاد في هذا الوقت هذا فين كنهيئوا حنا الاجتماعات، وكنهيئوا يعني كنربطوا الاتصال ما بين واحد العرض وواحد الطلب، ولا العكس، واحد الطلب وواحد العرض. وكان عندنا واحد الفضاء كنسميوه الفضاء بي تو بي،
كنا في 2019 درنا 200 اجتماعات، وهذا العام اللي هو يعني مفرح واللي كيسعدنا بزاف، هي ولينا في داخل المنتقى الدولي للفلاحة بالمغرب كنجمعوا ما بين غرضات ديال دول أجنبية، والمغرب ماشي معني، يعني كيمكن يكون واحد مسحي العلاج غيتلقى بواحد ألماني، ولا شي واحد من السنغال غيتلقى بإيطالي. وهذا هو الهدف ديالنا حنا كهذا الملتقى، هي باش يعني نكونوا ملتقى ماشي وطني، نكونوا ملتقى جهوي، حيت كل ما الوقت كيدوز كل ما البلدان ما غيقدروش باش يحضروا في الملتقيات ديال البلدان كلهم، ويعني غيوليو يجمعوا المصالح ديالهم في واحد الجهة معينة في العالم. وحنا بغينا باش هاد اللي كيهم الفلاحة في إفريقيا يداول هنا في المغرب، ونتلاقاو فيه هنا في المغرب، ونتلاقاو فيه هنا في المغرب، ولا سيما في مدينتنا مكناس.